الشعب السوري يعني قتاله كان خارق للعادة وبواجه. ولاحظوا انه كل العالم متفق انه هذول الناس ما يكونش عندهم قدرة يدافعوا عن انفسهم من الجو. اليوم تقدر تشتري انت من السوق السوداء، لا في حصار كامل عليهم انه هذول لازم يظلهم ينقصفوا من الجو عبين ما يخضعوا. الشعب السوري ما بيطلب مساعدة من احد، لكن ليش بتحاصروه؟ بتمنعوه يمتلك يدافع عن نفسه بس؟ ولهم على الارض على فكرة هزموا كل هذه القوة، لانهم مسلمين، بس. تمام. طبعا مشكلتهم برضو وجود الاختلاف، وفي مثل هيك اجواء بتدخل سياسات كثيرة دول كثيرة وكذا الاخير هي بتزيد المشكلة. ولكن الوضع في سوريا طبعا وضع معقد جدا، يعني انتو ما تظنوش انه يعني الاسد موجود في دمشق، يعني هو لحاله موجود في دمشق. طب ما اللي بيعرف مثلا المخيم، مخيم اليرموك قديش يعني اكم كيلو ببعد، عن دمشق القديمة؟ 5 كيلو يعني اقل اكثر، ما هي متصلة اصلا، البنى متصل، في دمشق القتال مش في حلب بس. هذه قصة حلب الان اللي عم بتصير، القصف اللي بيقولوا قال روسي سوري، يعني امريكا، ما لهاش علاقة، قال مش هيك؟ بقصفوا الشعب. اذا بتلاحظوا بقصفوا مين؟ بقصفوا الشعب. الكفار دائما على فكرة فيهم لؤم وفيهم جبن. المجرم دنيء، اذا لقي امامه قوة حقيقية ما بصمدش شو ما يكون سلاحه. بتصير مفاوضات الان، بيحاولوا يجمعوا ويعملوا مفاوضات، بيحاولوا يضغطوا على الوفود المفاوضة. ولما بيشعروا، انه مش منجزين، كله بتآمر والكل بيضغط. لما بيشعروا انه هذا الناس اللي بتفاوض مش عم تقبل اطلاقا، هذا اللي بتشوفوه نوع من ايش؟ نوع من الضغوط. هذا اللي بتشوفوه انه اقتلوا، اقتلوهم وركزوا، يا اعلام احكي كمان، يا اعلام ورينا، فهموا مشان يوروك ضاعت الامور، هيك يوروك ضاعت، كل شيء ضاع. شو القصد؟ القصد انه يضغطوا على الوفود تقبل. ايش؟ تقبل الدنية. هم بتصوروا انه المسلم يعني مستعد يعطي الدنية، هم بتصوروا هيك، لانهم هم لو مورس عليهم بيعطوا الدنية، هم بتصوروا المسلم بيعطي الدنية. مش ممكن الشعب السوري مهما حصل انه يقبل بما تريده ايران وروسيا وامريكا، مستحيل بقبلش. الشعب الشامي بالذات بقبلش. يا شام انت خيرتي من بلادي اجتبي اليك، خيرتي من عبادي. وانت بتبين الخيرية لما بتحطها على المحك، وراح تشوفوا الخير. والان الامة 2 مليار عم بتشوف بعينيها اجرام الكفار باشكالهم والوانهم، كفار الكهنوت الشيعي وكفار الارثوذكس الروسي والبروتستانتي الامريكي، هم بيخططوا لتهجيرهم. ولا الصحابة يفتحوا سوريا وتصير اسلامية عبر 1400 سنة بعدين تظلها اسلامية؟ هاي بيقبلوا الشيعة في هالكلام؟ بيقبلوا الارثوذكس بهالكلام؟ بدهم الاسد يظل؟ اشي عجيب، وين هذا في التاريخ؟ طب ما انتم هاي العالم كله بيختار حكامه، وبقعد الحاكم عندكم 4 سنين. الوقاحة بدهم النظام يظل موجود، مشان ايش؟ مش بس بدهم هذا النظام، وكل الانظمة هاي اللي ما سقطتش بدهم اياها. وهذه الانظمة فاهمة هالكلام، بتبيع شعوبها من اجل انها تستمر موجودة في الاردن وغير الاردن. وانتم شايفين في مصر هالجاسوس اللي بيبيعوا كل يوم، وبدعموه مشان يظل موجود. ما هيو، ما انتو شايفين السيسي النيل له الاف السنين ببيع، وصار بده يستورد نفط وهو اصلا بصنع نفط. الامة ما بصيرش تكون ساكتة امام جرائم هذا الثلاثي، هم اصلا مجرمين على شعوبهم هدول. وكأنه الشعوب بتختار، كأنها بتختار في ايران، كأنها بتختار في روسيا، كأنها بتختار في الولايات المتحدة. الشعوب كلها مضطهدة. الروس ايام الشيوعيين تقتل منهم ملايين مشان الشيوعيين ايش؟ يمسكوا. اذا ستالين في رقبته لحالها 10 مليون من الروس، انتوا بدكم اياهم يرحموا الشعوب الثانية؟ بوتين شو عمل؟
لما انتهت ولايته هو مش غير الدستور زي ما عملوا في بشار، غيروا الدستور قال غيروا ايش بدقائق، قال في البرلمان جاب مدفيديف عمره 42 سنة بس يبدو انه مش شغل انه تخاف منه، حط مدفيديف بعدين رد رجع مشان يزبط مع الدستور، وزور الانتخابات الاخيرة واي ناس حاولوا انهم يتظاهروا قمعهم. هذا الشعب الروسي مقموع. مثل هاي ايران ما يسمى بولاية الفقيه، هاي اللي اخترعوها اختراع، بيعطوا الفقيه سلطات اللي هي بسموها سلطات الامام الغائب الا كذا وكذا. تصور قال الامام الغائب هذا الامام اللي سلطته ربانية، بيعطوها لمين؟ للفقيه. مين هو؟ كان اول شيء الخميني والان صار مين؟ الخامنئي. هذا هو السلطة العليا. هذا رئيس الوزراء اولا كيف بيجي؟ اولا اي واحد بده يترشح لرئاسة الوزراء بمر على هيئة ايش؟ تشخيص النظام. هذا مقبول، هذا مش مقبول، هذا مقبول، هذا يعني اللي بخوضوا الانتخابات بيكونوا مرقوا من تحت ايد مين؟ هيئة مصلحة تشخيص النظام اللي هم الكهنوت. ومع ذلك في قصة نجاد زوروا الانتخابات مشان يظل نجاد دورة ثانية، ولاحظتوا لما طلعت المظاهرات وقمعوها. اعلى بلد في العالم فيها اعدامات ايران، ان قال الشباب الايراني راضي، وكثير منه قاعد بالحد بعد ما شاف الكهنوت الوثني.